قل ولد لي مولود فيه تشوهات في القلب وكذلك الرئة، وقرر أو توقع الأطباء أنه لن يستمر كثيرا بالأشهر ثم يموت، إلا بعملية قد تكون شاق عليهم في السفر ومبلغ كبير. تقول بعد 5 أشهر توفي. تسأل عن أمرين، تسأل عن صبرها على هذا المولود وفي حال حتى مرضه وحال وفاته، وتسأل عن الأمر الثاني. تقول أسمع كثيرا ممن يقول أن هؤلاء الذين يموتون في يعني السنوات الأولى هم من طيور الجنة، هل هذا صحيح أم لا؟ ما في شك أن أجرها بصبرها على ما أصابها من عناء بملاحظة هذا الطفل ورعايته والقيام عليه زمن مرضه وكذلك ألم فقده بعد موته، لا شك أن هذا مما يؤجر على الإنسان بلا شك. إذا كان الشوكة يشاكها المسلم يحط الله تعالى بها من خطايا، فكيف بفقد الولد الذي والصبر على معاناة ما نزل به من ألم، لأن معاناة الوالد لمصاب ولده ليست بالأمر اليسير. أحيانا يتمنى الوالد أن يكون ما نزل بولده قد نزل به وسلم ابنه أو بنته لشدة رحمته وشفقته عليه، وبالتالي رتب الأجر العظيم على الصبر على فقد الأولاد كما جاء ذلك في عدد من الأحاديث النبوية. ويكفي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أصيب بصفيه، من قبضت صفيه فصبر فله الجنة، والولد هو من أصفى من يكون قربا ومنزلة عند والده ذكرا كان أو أنثى، أما كان أم أبا، وبالتالي أرجو أن يعظم الله تعالى لها الأجر وأن يفيض عليها من فضله وإحسانه وأن يعيضها خيرا وأن يفرغ عليها صبرا، وتبشر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما ما يتعلق بمآل الأطفال بعد موتهم فهذا إلى الله عز وجل، لكن يرجى لأطفال أهل الإسلام أن يكونوا من أهل الجنة وأنهم فرط وشفيع لوالديهم، لكن الجزم بذلك لا يصار إليه لعدم العلم بالمآلات، فالله أعلم بما كانوا يعملون. وقد قالت عائشة لصبي أو صغير صلي عليه طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال وما أدراك يا عائشة، الله أعلم بما كانوا يعملون. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الجزم بدخول الجنة، ولذلك لا يجزم لأحد صغير أو كبير بدخول الجنة إلا ما جاء به النص عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن قال إنه في الجنة فنؤمن أنه في الجنة تصديقا له صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن لم يخبر بشيء في شأنه فينبغي الإمساك. الجنة ليست هبة يعطيها الإنسان من يشاء ويمنعها ويحرمها من يشاء، إنما هي فضل الله عز وجل ومنته على من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده.